شو هاد؟ شو عم تعملي؟ وقت الناس يلي مثلك بتفلس ما المفروض تشوف حالة على أي حدا أبدا. وانتي كمان مو ظابط وجودك بهذا البيت بنوب. لبرا لبرا. هاي اسمع انتبه لحكيك، ونحن مو حابين نجي لهون. يلا رجعنا 200 مليون تبعتنا ومنروح لحالنا. أنا بورجيك. بكفي. رجع له مصرياته وإلا أنا رح أقبض عليه. كيف بدك تقبض عليه؟ في مذكرة؟ بدك تعلمنا شغلنا؟ شرطي روتشي لو سمحتوا اسمعوني. هاي مرتا. يا سلام، انت متزوج من تنتين وجاي تعلمنا القانون. يومين بس، تقضي يومين بالحبس بضمن لك يرجع لك عقلك. يا شرطي خدوا يلا. كيف يعني ياخدني؟ ما فيكن تاخدوه معكن، هالشي مو مزبوط. امشي. لوين اخديني؟ عم قلك اسمعني بس. ليك طلعوا بوجه هالرجال منيح، مع انه شكله مبين بريء الا انه نصاب كبير. احموا امهاتكم واخواتكم منه، واحموا ممتلكاتكم كمان من خططه الخبيثه مثل ما انكم شايفين. بس اعطيني فرصه لاحكي. عم قلك خليني احكي اسمعيني. يلا لو سمحت. صدقني هي المره عم تتبلع علي. بابا قل لي شو عم بيصير. ولا شيء حبيبتي. حضره المفتش، هدول بناتها لازم تاخذهم كمان معه مثل ما عم قلك. لا تردوا عليها، شو عم تحكي مهيني؟ شوفوا معي، هدول بناته من مرته الاولى. شو عم تعمل؟ مين سمح لك تسجل فيديو لبناتي؟ اتركوني. خدوها لهي كمان. شو عم بيصير؟ اتركيني. اتركيها. حضرة المفتش. عم قلك اتركيها. حضرة المفتش، أمو الختيارة لازم تكون هون. خدوها كمان. مستحيل، ما رح اسمح بهالشي ابدا، ما رح اسمح انه يصير لهم شيء. لازم لاقي حل. شبه شو صار له بابا؟ ليش هيك عم يتصرف اليوم؟ ولا شيء حبيبتي، بيكون خايف على شغله. انا هون ورح اتصرف، لا تخافي. صوت شو هاد؟ ليكي ما بعرف شو صاير بالبيت، خلي الموضوع لبعدين ببقى بحكي معك. ما رح اسمح لك تقربي من اكشاي بنوم. كل شيء انتهى، كل شيء تدمر. كاليانا لو سمحتي اطلعي لفوق، اطلعي شوفي شبه. انا ما فيني اطلع، انا خايفه، ما رح اطلع. اذا انت ما طلعتي مين بده يطلع لكان؟ انت. انا؟ طبعا انت. مو انت اللي قلتي هاي العيله بتكون مسؤوليتي؟ ولانه بيكون واحد من هالعيله يعني هو كمان مسؤوليتي. روحي اطلعي شوفي. لا انتي ما بتروحي. لازم روح حبيبتي، ابوكي مانو منيح، بلكي صار له شي. لا ماما ما بتطلعي لعنده على الغرفة. طيب اذا انا ما فيي اطلع، ليش ما بتطلعوا انتو الثلاثة؟ ماما ما بتفوتي على هاي الغرفة. اكشاي. وقفي، خليكي عندك. انتي ليش جاي لهون هلأ؟ حابة تشمتي؟ لك شو مفكرتيني انتي؟ انتي مفكرة اني رح انهار بهي السهولة؟ روحي، ما في داعي انك تشوفيني بهي الحالة. يلا روحي بسرعة. أكشاي. أبارجيتا، المرة القوية والمستقلة. انت قديش بتكرهيني؟ ليش كل هالقد بتكرهيني؟ قولي. لا أكشاي،
أنا أبداً ما بكرهك. بلا، أنت تكرهيني. أنا كتير ظلمتك، لهيك عم بتعذب، لأني ما عملتك منيح أبداً، لهيك حياتي عم تتدمر قدام عيوني. لا أكشن، صدقيني، لأني ظلمتك، حياتي عم تتدمر أنا وحياة عيلتي كمان. تصرفاتي أذت عيلتي، أثرت على بناتي وأثرت على أمي. أنا عندي مسؤوليات كبيرة كتير، كيف بدي أكشاي؟ قوم يلا، قوم أكشاي. لا، بعدي عني، ما بدي منك أي مساعدة. يلا أكشاي، بعرف كيف وقف لحالي وبقدر أحمي أمي وبناتي لحالي كمان بدون مساعدة حدا. يلا امشي، شو مفكر على فيني؟ مهلك. أنا قد حالي. أبو أبو، بس نخسر بيتنا، بس نخسر بيتنا ونخسر آشا وديشا وتشافي ونيها، الكل رح يفكر إنه أنا السبب. أنا ما بدي أكون السبب، أنا بدي فوز كرمال بناتي، كرمال عائلتي. لسه ما اجوا الميتين مليون. أكشاي، أنا بعرف إنك آكل هم الميتين مليون روبية، وإنك خايف على هالبيت وعبناتنا، بس كيف بدي خليك تصدق إنه كل هاي المشاكل كلها عن جد مو بسببي أنا؟ صدقني، أنا ما تمنيت لك الشر أكشاي، أنا وبناتي ما تمنينا لك الشر. أنا بعرف إنه مو سهل عليك تجيب 200 مليون، الموضوع صعب، بس أكشاي يلي أنا كتير بعرفه إنه نحنا كلنا معك هلأ وبعدين. ما بعرف شو رح يصير بكرة، إذا رح يضل هالبيت ولا لا، بس يلي أنا بعرفه إنه لو شو ما صار رح نوقف معك عطول، حتى لو بيتنا راح من إيدنا رح نعيش مع بعضنا وين ما رحنا.